ما بدي كوسة. عندك كيوي؟ ايش؟ كيوي. كيوي؟ ما اعرف الكيوي هذا. بلاش كيوي يا سيدي. في كاكا؟ كاكا؟ يا حبيبي انا عندي كوسة واحلى كوسة. سليمان ايش الكاكا هذا؟ والله يا الاخو ما نعرف هل انت تقوله، لكن ممكن اذا تكرمت تقول لنا وشو ذا الكاكا والاشياء ذي؟ ايه؟ شو رايكم؟ تروحوا معاي على البيت تشوفوا البضاعة وتذوقوها. ونذوقها؟ متى نروح؟ هسا. زهرة؟ زهرة أقول وأنت تنتبهين لبسطتك، انتبهي لبسطتي لأني أنا بروح للقهوة شوي. زين؟ يعطيك العافية. زهرة وين هي؟ وش جراني وين زهرة؟ زهرة بعتني المبسط. عندك مانع؟ ما عندي مانع، بس تدري أحسن شيء سويتها إنك شريتها المبسط. أنا لو أدري إن زهرة تبي تبيع المبسط كان أنا شريته. أنا جارك عبد الرحمن، عفوا الاسم الكريم. أبو شنب عندك مانع؟ والله والنعم فيك يا أبو شنب، بس ما قلت لي أنت جاي من وين؟ شوف تراك دوختني، وش عليك مني؟ امشي امشي وشغلك امشي. لا تزعل لا تزعل، بعدين انت صادق، انا وش دخلني جاي من وين ولا رايح وين؟ بس شفتك مختلف عنا قلت اسال. سلام عليكم. انا حبيت الكيوي. حبيت الكاكا؟ تعال تعال نقول لزهرة على حكايه الكيوي والكاكا. لا تقول لحاجه بالحلال. الا بقول لزهرة. زهرة 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 الأخ. أبو شنب عندكم مانع؟ مرحبا أبو شنب، وين زهرة؟ زهرة باعتني المبسط، عندكم مانع؟ شوف متى يا أخوي باعتك المبسط؟ أنا شايفها من ساعة قالت أنها تبي تروح مشوار وتبي تجي. إيه؟ لا تكثرون بربرة، روحوا اسألوا صاحبكم هذاك وهو يعرف كل شيء. عبد الرحمن عبد الرحمن وش السالفة؟ الظاهر ان زهرة باعت المبسط لابو شنب. هاي باعت مبسط وهي ابو شنب. هذه زهرة. زهرة وش السالفة؟ مش عارفة، انا كنت نايمة
وصحيت لقيت حالي على الطريق والدم مملئ راسي. انقذوني اولاد الحلال. سلامتك والله يا زهره سلامتك. بعدين ليش تبيعين المبسط لابو شنب؟ مين ابو شنب؟ انا ما بعت، انا متاكده هو اللي ضربني وانا نايمه. يا جماعه هذا الرجال والله انه حرامي، واني ما ارتحت لمن اول ما شفته. وش اللي صاير يا جماعه؟ هذا ابو شنب هو اللي ضرب زهره واخذ مبسطها. وانا اقول له تسمعون كلامي، لو تسمعون كلامي نقوم عليه كلنا قومه رجال واحد ونمسح فيه تراب السوق كله. كلامك عين الصواب يا سليمان، اذا سكتنا عليه اليوم اخاف يجي دورنا بكره، وبعدين زهره اختنا ومنا وفينا ولازم نفزع لها. انا معاك، لكن انا اقول بدل ما نكثر مشاكل ويسيل الدم نروح للشرطه ونشتكي عليه. تيجي الشرطه ها وتطرد ابو شنب. كلامك عين الصواب يا ناصر، اخاف يطلع الحق علينا ويقولون انتم المخطئين لانكم انتم اللي ضربتوه. انا من رايي نروح للشرطه احسن. يلا نمشي. يلا يلا يلا. يا حضرة مبسطي بأهم موقع بالسوق واتاخد مني قدام عيوني. صادق يا حضرة الضابط، واحنا شاهدين، بس الموضوع مش من اختصاصي. مش هو؟ ما هو من اختصاصك؟ هالحين المرأة مضروبة ومسروق حلالها وحضرتك تقول لي ما هو من اختصاصي؟ زعق علي ولك؟ لا تقعد الزعق وترفع صوتك علي، ترى ارميك في السجن واخلي الفيران تقرط اذانك قط. هو صادق يا سليمان، الشرطة لا احترامها، ما يصير ترفع صوتك على حضرة الضابط. يا حضرة الضابط، إذا مش اختصاصك اختصاص مين؟ من اختصاص رئيس البلدي. مكتوب عندي باسم ابو شنب الاول. يا سعاده المدير، المبسط ورثته اب عن جد، وهذا الصك بثبت هالحكي. ها بثبت هالحكي؟ يعني تبيني اكذب الخرايط والوثائق اللي عندي وارد على الصك اللي معك؟ انا ما ارد الا على الوثائق اللي عندي. لا تقولي صك ابو جندي. امشي 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 والله جبنا، والله نطلع كلنا جبنا اذا ما قمنا على الاسم ابو شنب ونعلقه مع رجلينا. هذا كلام عين الصواب. نعنب ابليسكم، نعنب ابليسكم، هالحشره قاعد ما احنا قادرين عليه. ما اقول الا واعي باه. واعي باه، واعي باه عليك انت يا ناصر، واعي باه. انا ايش دخلني انا؟ شلون وش دخلك؟ اما كنت اللي قلت انا بنروح للشرطه، إيه؟ ومن الشرطه ودونا للبلديه. وطالت السالفة وشمخت وذا الجرثومة قاعد متبطع على المبسط. لا وبعد انت ترى غلطانة. انا شو قلت؟ انا غدر فيي ابو شنب قدامكم كلكم، شو سويتوا لي ولا ايش؟ قلتوا خلينا نروح على الشرطة، رحنا على الشرطة واشتكينا. شوف اقول لك، ترى عملت اللي قلق بكلامك، تعرفني انا لما اعصب اعصب. تبغونا كلنا نقوم رجال واحد نضرب الحشرة ذاك؟ دومنا يلا. هذا عين الصواب. زهرة اختنا وكرامتها من كرامتنا، ولازم نثبت لابو شنب ان احنا يد واحده. استنى 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 يبا، شوي شوي المساله ما هي بخط لزق، لازم نتروى ولازم نسوي له خطه. خطه؟ ايش هي الخطه؟ مرحبا يا عبد الرحمن. هلا. كيف حالك؟ الحمد لله. كل موز كل موز عندنا، موز نبيع. هذا مو نمله. ابو نمله الا على فكره اخوي داوود، وش اخبار الكيوي والكاكا؟ والله يا عبد الرحمن، لأني شفت الجماعة مشغولين شوي بموضوع زهرة، فقلت أجل موضوع الكيوي والكاكلة بعدين. كلامك عين الصواب، حتى كلنا مشغولين ومهمومين، ما احنا بلم البيع ولا لم الشراء. طب قل لي، ها شو ناويين تساووا؟ الحقيقة يا داود، هذا الموضوع ما ينسكت عليه، ولازم أبو شنب يتعلم الأدب. تعال أقول لك. تفح يا تفاح، شوف الليمون أصفر يا ليمون، أحلى ليمون أحلى ليمون، ليمون ليمون ليمون. أبو شنب
وش عندك؟ الذيب في القليب. في القليب؟ وش تقصد؟ الجماعة ناويين لك نية شينة ويردوا لك الصاع صاعين وبالذراع الوافي. متى؟ ولا كلمة ولا نفس. جاي معاهم ها؟ جاي معاهم. وانا كل هالمدة هقول انك جاري وباين عليك رجال طيب ها؟ يا ابو شنب يا ابو شنب يا حبيبي صدقني صدقني انا رجال طيب. اسكت ولا كلمة ولا نفس. ترى شفتك يوم في هالمبسط افرخ المسدس في راسك. شلون؟ اترك المبسط حقي؟ كيف يا ابو شنب؟ وين تبغاني اروح؟ ما هو شغلي وين تروح؟ روح ما تروح، المهم يبقى رجل غدار مثلك جالس جنبي. ابو شنب صدقني يا ابو شنب هم اللي قالوا لي. اسمع ابيك توقع لي على ورقه تتنازل اللي فيها عن المبسط. اسمع انا ما اتنازل عن حقي ابدا، فاهم ولا لا؟ ما تتنازل عن حقك؟ حلو، معناه تبي تتنازل عن روحك. جيب كل الأوراق معك. معقول يا جماعة؟ بدل ما ترجعوا لي حقي أبو شنب يأخذ حق كمان ناصر؟ يا والله القهار يا والله القهار. عدمني العافية عدمني العافية. يا جماعة أنا والله ماني مرتاح لين أقوم أطفي بطنك. ارتاح أنت ارتاح، أبو شنب معاه سلاح. يا جماعة يا جماعة انسوا أبو شنب، فكروا فيني أنا. أنا كيف راح أعيش أنا؟ ولا يهمك ولا يهمك يا ناصر، أنت من اليوم ورايح تبي تشتغل عندي لين إن شاء الله ربك يفرجها ونشوف وش نبي نسوي معها اللي اسمها ذا أبو شنب. وانا وين اروح وين اعيش؟ لا تشيلي هم يا زهره، انت عند عبد الرحمن وانا عند سليمان حبيبي. الكوسه طما 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 الكوسه 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 طما 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 الكوسه الكوسه يجي لك يوم يا ظالم وتصير معك حوسه. بقهر يا لموني بقهر يا لموني بقهر يا لمون. السلام عليكم. وعليكم السلام، وشلونك يا داود؟ أنا بخير بس السوق ما عاد بخير، كثرت فيه المشاكل والحالة صارت صعبة. والله إنك صادق يا داود، السوق ما كان فيه مشاكل، كل المشاكل من راس الحي أبو شنب هذا. والله حتى أنت صادقة يا زهرة، ما شفنا المشاكل إلا يوم شفنا أبو شنب. يا جماعة الخير أنا بقول كل شيء بنحل بالتفاهم، يعني إذا حكمنا عقلنا كل شيء بنحل. كلام موزون، كل شيء ينحل بالتفاهم وبالعقل. كيف كلام موزون؟ كيف كلام موزون؟ أبو شنب هذا ما بينفع معه التفاهم، سرق مبسطي بعدين مبسط ناصر، بدك يانا نتفاهم معاه؟ كيف بدنا نتفاهم معاه؟ والله إن كلام زهرة درر، شلون نتفاهم مع واحد سرقنا جهارا نهارا؟ يا جماعة الخير أنا بقترح إنه نلتقي اليوم في القهوة وإن شاء الله إن شاء الله رح نلاقي حل لكل المشاكل. لا 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 يا داود اسمح لي، هذا اللي اسمه أبو شنب هذا ما ينفع معه إلا أنك تقطع على بطنه. إيه؟ كلام سليمان عين الصواب، أبو شنب ما يجي إلا بالعين الحمراء. يا جماعة الخير يا جماعة الخير أبو شنب بيقول إنه مستعد يرجع مبسط ناصر. إيش قلت؟ يرجع مبسطي؟ ها يا جماعة خلونا نتفهم معه. لا 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 يمكن، حنا ما رح نتفهم مع هالحشرة هذا. بس يا سليمان الحشرة هذه
تبي ترجع لي مبسطي؟ ولو كان هذا الرجل يبي يفرق بيننا وبين بعض ويبينا ننسى حق زهرة. كلام سليمان عين الصواب، شلون تبونا ننسى حق زهرة؟ يا جماعة الخير، أبو شنب بيقول إنه موضوع زهرة موضوع منفصل ومختلف، وإنه عنده وثائق تثبت إنه وارث المبسط اللي بتدعي زهرة عن جده أبو شنب الأول. بيكذب بيكذب، وانت عارف إنه بيكذب. نعم يكذب، وانت تدري يا داود إنه يكذب. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، أنا بقول نضمن حق ناصر بالأول ونرجع له حلاله بدل ما هو عالي على سليمان، وبعدين بنشوف موضوع زهرة. امتى يعني بعدين؟ يا جماعة الخير، أبو شنب بيقول أول شيء بتفاهم مع ناصر، بعدين بتفاهم مع زهرة، لأنه موضوع ناصر غير موضوع زهرة. عفوا يا أستاذ داود، ولا مؤاخذة، طيب أنت وش رأيك؟ ها أنا بقول رأيي يعني إنه نحل الموضوع بالتدريج، خلينا نرجع حق ناصر قبل كل شيء وبالأول. اسمعني ويا، ترى أنا ما بحب كثر البربرة وبتعبني الحكي الزايد، يعني إذا بدكم ياني أرجع المبسط لناصر بتوافقوا على كل شروطي. شروطك؟ ساعينا الحبيب يقول هذا اللي يقول طرار ويتشرب. طرار؟ أنا الطرار ولا أنتوا اللي جايين تشحدوا مني؟ أقولكم أنا مش مكمل. أبو شنب، مش مكمل، مش مكمل. هدي أعصابك، هدي أعصابك وكل إشي بس مشان خاطر. تسلم تسلم، تفضل يا اخوان يا اخوان، تفضل يا ابو شنب اهدى شوي، وانت يا سليمان اهدى شوي يا اخي، امسك اعصابك، تونا مجتمعين يا جماعه، احنا جايين نتفاهم ولا نتضارب؟ هو صادق، احنا جايين نتفاهم ولا نتضارب. وشروطك يا ابو شنب؟ اول شرط الباب اللي من جهه ناصر يصك صك نهائيا. لا 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 يمكن. شفتوا شفتوا، انا قايل لكم هذا الرجل محتال خبيث، ما صدقتوني. هالحين اسمعوا ايش قاعد يقول. يبي الباب الوحيد اللي للسوق يكون من جهته، ليش؟ علشان اي واحد زبون يمر لازم يمر عليه. لا يا حبيبي غلطان يا روحي، انا بدي الباب الثاني يصك صك نهائيا حتى ما تقدروا فيه مرة ثانية، أما الباب اللي من جهتي بقدر أراقبه أنا مرتاح. بعدين اسمعوا، إذا مرة ثانية بده يقاطعني ويظل يقاطعني أنا مش مكمل شروطي. يا سلام، ولا بعد عندك شروط ثانية؟ طبعا يا حبيبي معلوم عندي. خلاص خلاص أبو شنب اهدأ سلمان، اهدأ شوي. ماشي أبو شنب، الباب مقدور عليه نسكر. ايش الشروط الثاني؟ ما هو اخر ما جرى في الفوضى؟ حقيقه ناقشنا كافه المسائل والمواضيع الحساسه، والاطراف ناقشوا كل الامور المهمه، وكانت النتائج ايجابيه ومثمره ومبشره ان شاء الله. نعم زهره. زهره اللي دخلتوا جوا ونسيتوها. لا لا يا زهره، احنا ما نسيناكي اطلاقا، انت كنتي على جدول الاعمال. شو رايك يا ابو شنب في موضوع زهره؟ بالنسبه لزهره، بالنسبه لزهره انا مستعد اشغلها عندي في المبسط، واذا اثبتت حسن اخلاقها واثبتت انها امراه عاقله وقادره على ضبط الامور واستتباب الامن، انا ممكن اتنازلها عن جزء مهم من المبسط. حنون حنون يا ابو شنب، ونبع الانسانيه. ايش نبع الانسانيه والخرابيط هاي؟ شو اللي بتحكوا انتوا؟ ها
حقي تاخد قدام عيني وعينيكم بدكم اياني اقبل بهالحكي هاد؟ شو اللي بتحكي قاعد انت؟ هي صادقة حقها وحنا عارفينها. يا زهرة خليكي منطقية وعقلانية، انت هلأ ما عندك اي شيء، فاقبلي بالحلول هاي وان شاء الله كل امورك رايحة تنحل بالتدريج. شو يعني؟ كلام وعين الصواب. اقبلي على الاقل لو نحل هالامور بالتدريج مثل ما قال. امتى يعني؟ امتى؟ انا اقول لو تسلمون على بعض. تفضل. عشان خاطرنا موجودين يعني اسلم عليهم. يا سلام. والآن مع مطرب الشباب الأول، مطرب الأغنية الشبابية الأول، ديدي سمارة. أهبس رحت الحبيبي أمس، أهبس رحت يم الشمس، أهبس رحت الحبيبي أمس، أهبس رحت يم الشمس، أهبس مسكين حبيبي ما يحب اللمس، مسكين حبيبي ما يحب اللمس. صحيح شغلك مش عاجبني، وبعدين هيك شكلك مش حضاري. لا انا فاهمي عليك، بدك تشغل واحد من قرايبك اللي جايب لي اياهم كل يوم والتاني وعبيت السوق فيهم. الحلال حلالي والسوق سوقي وما حدا له شغل عندي. لا يا حبيبي مش حلالك لحالك، انت نسيت انه اتفقنا اخذ ربع اذا حسنت اخلاقي؟ بس انت ما حسنتي اخلاقك، بعدين انا كل يوم بحصل بضاعه بلاقيها ناقصه. انا بسرق يا حرامي؟ ترمي نفسك لخلي الشباب يرموك في الشارع. سير خير. مرة أخرى مع المطرب الشبابي الأول، مطرب الأغنية الشبابية في أحدث أغانيه، أغنيته الجديدة، المطرب ديدي سمارة. ديدي أنا بكره أبو الشنب، أحب الزهرة زهرة بكره أبو الشنب، أحب الزهرة زهرة بكره أبو الشنب.
معاكم احلى سهره ما دام الليل طويل معاكم احلى سهره ما دام الليل طويل احب الزهره زهره بكره ابو الشنب احب الزهره زهره بكره ابو الشنب ويلك يا حرامي اذا جوك الوحوش تتذكر كلامي ولا تقدر تقول يا ويلك يا حرامي اذا جوك الوحوش تتذكر كلامي ولا تقدر تقول يا ويلك يا حرامي يا ويلك يا حرامي اذا جوك الوحوش يا ويلك يا حرامي حوش 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 الحرامي حوش 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 تتذكر كلامي ولا تقدر تهوش تتذكر كلامي ولا تقدر تهوش هوش هوش سلام 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 شكرا للتفاعل مع القضية شكرا 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 ايش هذول الاولاد اللي جايبتي لي اياهم معي؟ هذول اولادي وبدهم يشتغلوا بحلالي غصب عنك يا ابو شنب. اهلا لاولادك، انا مش متحملك براسي، تتحمل اولادك معك؟ امشوا، يلا امشوا، امشوا.